يا جدعان، والله أول مرة أشوف قطر، أول مرة أشوف قطر معدي. بص، وقف الطريق وقطر معدي، قطر بضاعة. أنا على طول بعدي من الحتة دي، بس ما أعرفش إن في قطر بيعدي، قطر يعني. فإحنا في عندنا مترو، وفي ترام، في اسمه الباث ترين واللايت تريل اللي هو زي الترام يعني، بس ما خدتش بالي من في ترين جنبنا. هيقف ده ولا ايه؟ الواحد كان يقعد يحدف الناس طوب زمان على السكة الحديد دي، او يجيب بقى اللي ايه، غطى البيبسي ويحطه على القضيب، القطر يعدي تاخد بقى ايه البتاع مفرود. حد كان بيعمل كده؟ ده ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ده قطر كبير ده ولا ايه؟ ده شكله قطر بضاعة. لا لا لا، ده قطر قصير خلص، اهو زي الفل اهو يا جدعان. ولا في كشك ولا في اي حاجة، المكنة اشتغلت والطريق وقف زي الفل، ولا حد عدى ولا حد عمل. دلوقتي الطريق اتفتح عدي. يا ريت حاجة زي كده تبقى في مصر كده، احنا عندنا حاجات زي دي بس مش بتهيألي بتبقى بايظة او حاجة، صح ولا ايه؟ صباح الفل.